يعني إذا أنا بقولها محطتنا لليوم رح تكون مع صحة الجسم والتغذية، ويمكن كتار خلال هاي الفترة وبالأخص الأهل بيحتاروا كيف بدهم يبلشوا الخطوات الأولى مع أبنائهم. اليوم رح نتعرف أكثر عن هاي الخطوات الأولى بالنسبة لصيام الأطفال. أكيد سلمى، كلنا بنتذكر أهالينا أول ما حبينا نصوم ونشارك طبعا بشهر رمضان الكريم، يعني كانوا يدرجونا بالصيام في خطوات معينة ممكن تتبعوها بدون ما يأثر الصيام بشكل سلبي على صحة. أعرف تفاصيل أكثر. أكيد معنا اليوم أخصائية التغذية صفاء الشيخ. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح النور، رمضان كريم، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح النور. يعني يمكن نحن موضوعنا لليوم بدنا نحكي أكثر شوي. عادة بنعرف أنه جسم الطفل هو اللي النواة الأساسية لحتى ينمو ويكتسب كل شيء بخص جسمه من صحة. طيب بهذا الوقت شو السن اللي أنا بقدر بلش درب ابني فيها على الصيام بدون ما يخسر جسمه الفوائد؟ مثل ما ذكرت بالمقدمة، أهم شيء نحن لما بدنا نخلي الطفل يصوم يصوم بطريقة تدريجية. يعني أنا غلط خلي الطفل من أول سنة يصوم رمضان 30 يوم بشكل متواصل. أول شيء العمر الأفضل يبدأ الطفل بالصيام هو 10 سنين. قبل 10 سنين بيكون شوي جسم الطفل لسه ما اكتمل بنائه، لسه مناعته ضعيفة، هو بحاجة لغذاء على مدار اليوم بشكل كامل. فلهيك أول شيء منبلش بعمر 10 سنوات. دائما منقول إنه رمضان 30 يوم منقسمه على 3 أقسام. أول 10 أيام منخلي الطفل يصوم من السحور لأذان الظهر، ثاني 10 أيام بنخلي الطفل يصوم من السحور لأذان العصر، والعشر الأخير بقى بيصومه كامل مع العائلة. أنا بهي الطريقة كون دربت الطفل من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية كمان، لأنه بتحسي الطفل صعب تحرميه فجأة من الأكل، رح يصير في عنده ردة فعل. فدائما بنقسم رمضان على 3 أقسام، هيك الطفل بيقوى جسديا ونفسيا ليكمل الشهر الفضيل. اكيد يعني صفاء مثل ما ذكرتي هي الخطوه الصحيحه، يكون في تدريج بتدريب الطفل ايضا على الصيام، خاصه انه بنعرف صار وقت طويل بفصل الصيف. في عادات رمضانيه الاطفال بحبوا يقلدوا الكبار، دائما عندهم سمه تقليد اهاليهم، يعني السحور شو بياكلوا شو بيفطروا. كمان خلينا ناخذ شويه معلومات وفوائد ونصائح لك للاهل، كيف لازم الطفل يبلش افطاره او سحوره، شو المواد لازم يستفيد منها حتى ما يعطش او يحس بضعف، وخاصه انه كمان عم يتزامن مع امتحانات يعني بالمدرسه. تماما، يعني انت ركزتي على نقطه كثير مهمه، واللي انه هلا جاي رمضان مع شهر الفحوصات للطلاب، فدائما نحن بدنا نركز انه ما ننقص على جسمنا اي شيء. هلا شهر رمضان هو شهر كثير بيرجع بالصحه والفائده على اجسامنا بمختلف المراحل والاعمار، بس لما نحن بنصوم بطريقه صح وبنفطر بطريقه صح. اهم شيء انه الطفل دائما بيقلد اهاليه مثل ما ذكرتي، فنحن لما الاهل بيفطروا ببلشوا افطارهم بكاسه عصير مثلا جلاب او تمر هندي فيهم سكريات كثير، الطفل اكيد بده يقلد اهاليه. انا عندي نقطه كثير مهمه، لما بيكون الشخص صايم فتره طويله وبيفطر على سعرات حراريه عاليه من سكر، انا بعمل للطفل كثير مشاكل بتنظيم مستوى سكر الدم. هالشيء حيعمل له تعب وصداع وارهاق، وطبعا هذا رح ينعكس سلبا على ادائه الدراسي او حتى تفاعله مع العائله. فنحن دائما ننصح الطفل او الاهل، لانه الاطفال بدهم يقلدوا اهاليهم، يبلشوا افطارهم بتمر بكاسة لبن عيران، كتير حتعطي شعور بالراحة، رح يمنع عندي عسر الهضم أو النفخة أو حتى حموضة المعدة. بعدين نتوجه نحن للطبق الأساسي اللي طابخته ست البيت. طبعا حرام نحرم حالنا أو نحرم أطفالنا من وجبات التقليدية العربية تبعنا، من شوربة العدس أو شوربة الخضار للفتوش والأطباق أكيد الرئيسية. فنحن الطفل ما بيفرق صيامه عن صيام الكبير إلا بأنه أنا حاول علمه عادات صح تمشي معه. دائما نشوف انه الاهالي هلا بس يقدن بيعطوا الاطفال الخارجيه تبعهم، بيروحوا بيشتروا الشوكولا والشيبسات والمشروبات الغازيه، كاني انا عم علمه انه انت صوم وانا بعدين حكافئك. غلط نكافئ الطفل بالاكلات الطيبه، نعلمه انه رمضان هو شيء روحاني، هو فرض علينا، هو شيء ديني لنقرب من رب العالمين، مو شيء لحتى نحن بس انه صمنا عن الاكل وبعدين اكلنا كل شيء بدنا اياه. يعني دائما نذكر انه رمضان هو له هدف روحاني وهدف ديني بنفس الوقت.
يعني صفاء مثل ما قلتي يمكن هي عادات وخصوصا بتكون مكتسبة عند الأطفال بسن صغير من أول ما بنبلش نعلمهم الصيام، لكن أيضا في بعض الأطفال ما بيصير يصوموا، يعني نحن عم نحكي في حالات حتى الكبار ما بيقدروا يصوموا فيها لأمراض معينة، ولكن الأطفال مين هن اللي ما بنقدر نصوم ولا نحرمهم خلينا نقول من هاي الحصص الغذائية بقلب النهار؟ تمام. هلا أول شيء مثل ما حكينا الأطفال يلي عمرهم أقل من 10 سنوات لا يحبذ الصيام لهم صراحة. تاني شغلة، أنا الطفل يلي عنده سكري تايب 1 يعني بيخلق معه كمان هذا الطفل لازم أبدا ما يصوم مثله مثل مريض السكري العادي الكبير بالعمر. تاني شغلة، أنا لما الطفل عندي بيكون نموه ما بيترافق مع النمو الطبيعي للأطفال اللي بعمره، دائما الأهل لازم يراجعوا يا طبيب الأطفال يا أخصائي تغذية ليشوفوا نمو طفلهم طبيعي أو لا ضمن مخططات النمو وجداول النمو. لما بيكون الطفل ناقص الوزن أو ناقص الطول لا ينصح له بالصيام. ثالث شغلة، أنا في عندي الأطفال يلي كتير بتحسيهم أنه بيكابروا وبيتعبوا كتير وبيعطشوا كتير بس ولا ممكن يقولوا لأهليهم أنه هن تعبوا أو يستسلموا، أنا هذا الطفل لازم بطريقة أو بأخرى حسسه أنه الصيام هو شيء محبة شيء روحاني لنريح جسمنا مو لنتعبه. فدائما الاهل يكونوا رفقات اولادهم بهي النقطه ويصارحوهم يعني يتعلموا على الصراحه، لانه مثل ما قلت لك الطفل اوقات كثير بيكون عنيد بيكون مصر انه هو يصوم. هلا هاي الاطفال يلي ما لازم تصوم، الاطفال يلي كثير نحن بنشجعهم على الصيام مع الجانب الديني هن الاطفال يلي عندهم فرط شهيه كثير. كثير بتلاقي هلا الاولاد صعب انه يتحكموا بشهيتهم، بتلاقي شو ما خطر لهم بيفتحوا البراد وبياكلوا ما بيفكروا انه بيصير او بفيدنا او لا. هاي الاطفال نحن لازم نشجع على الصيام ليتعودوا بس انه هن يضبطوا الشهيه عندهم. الصيام كثير اكيد لانه انا يعني عندي مثلا اذا بدنا نقول طفل بده يصوم صيام كامل 16 ساعه انا عم اجل رغبتي عم اجل شهيتي لتناول الطعام، فهذا الشيء اكيد رح يعودني اني انا دائما اترك مساحه لجسمي فيده فيها. طبعا بالنسبه كمان الاطفال اللي عندهم زياده بالوزن لازم نحن نساعدهم انه يصوموا بس بطريقه صح ليحاولوا يخسروا وزن، بس طبعا لما يصوموا بطريقه صح ويفطروا بطريقه صح مو يفطروا على عادات خاطئه. اكيد صفاء يعني حطيتي ايدك يمكن على وجع بعض الامهات لانه عم تحاول انه بطريقه شوي لطيفه تخفف من وزن اولادها، وخاصه مثل ما قلتي هلا صار كل شيء متاح للصغار. خلينا نحكي عن بعض الفوائد او خلينا نحكي عن العادات الخاطئه مقابل العادات الصح اللي لازم تتبع الام فعلا عند الاطفال اللي عندهم وزن زايد. تقسيم الوجبات كيف لازم يكون، مثلا بنعرف انه بعض الفطور في حلو في فواكه في عصير في قصص كثير العيله بتتشاركها، كيف ممكن يستفيد منها وامتى لازم يكون السحور قبل النوم بكم ساعه؟ تمام. هلا معروف نحن عندنا الاسر الشاميه والسوريه بشكل عام انه طاولتهم والمائده تبعهم فيها كل ما لذ وطاب وبشكل يومي. طبعا هذا الشيء اول شيء ما بيتناسب كثير مع طقوس رمضان الاصليه، وثاني شغله انا بصير مضطره اكل كميات كبيره لذوق كل الاصناف، يعني احنا دائما بنحكي كاخصائيين تغذيه ما حدا بيقدر يشوف الاكل الطيب او بس لقمه تماما. يعني صعب انه نتحكم بشهيتنا بشكل دائم، فلا الافضل انه نحن نعمل سفرتنا بطريقه صح حتى العيله من كبيره لصغيره شو ما اكل يكون فيه فوائد باقل الاضرار. فدائما نخلي السفره بتحتوي على طبق اساسي واحد واطباق جانبيه نحاول نقلل عددها. هلا مثلا الفتات والتسائي وتسقي على الافطار هي شيء كثير غلط، لانه انا حتقل معدتي حاضطر اني اكل كميات اكبر بس لذوق من كل شيء، وبنفس الوقت حاصاب بالتخمه. يعني انا اكثر كلمه بسمعها وبحبها برمضان من المشتركين عندنا بالعياده وحتى بشكل عام كل اخصائيين تغذيه انه انا صاير بعد الافطار ما عم بتعب او صاير عم روح التراويح متنشط، هي بس لانه نحن عملنا عادات صح وما نوعنا كثير بالاطباق. فاهم شغله بدي وجهها لست البيت انه ما تنوع كثير، دائما تخلي الاطباق الموجوده على السفره بتناسب كل افراد العائله. ثاني شغله لما بدنا نجي نحكي على الحلو اكيد رمضان كثير في من المعروف للقطايف بتمنعي حدا تماما، فنحن نحاول نقتصر نجيب كميه قليله مره لمرتين بالاسبوع. كثير بتلاقي العائلات بتجيب كميات كبيره وبتترك بالبراد فانت بتضطري انك كل يوم تاكلي منها، فنحن لا نجيب كميه بتتناسب مع العائله بنفس الوقت تخلص عندي بيوم واحد وما نكررها اكثر من مرتين بالاسبوع.
نحاول نعمل يعني تحلاية بقلب البيت مثل مهلبية، رز بحليب، ممكن نعمل القطايف حتى بالبيت ونخفف نسبة القطر اللي فيها. بهي الطريقة أنا أول شيء ما بنقص على أطفالي الصائمين أي عناصر غذائية، وبنفس الوقت بحلي تمي مثل ما بيقولوا بأكلة طيبة فيها فوائد. أكيد. نرجع على السحور، السحور أهم شيء بالصيام، يعني دائما الصائم بياخد فوائده بالصيام عن طريق وجبة السحور. دائما الأم بيوجع قلبها على طفلة أنه نايم ما بدي فيقه على السحور، لا لازم الطفل يفيق ويتسحر، يأكل وجبات أساسية. نحن دائما نقول السحور هو قريب على الفطور بالأيام العادية، بس نحاول أي منتجات بدنا ناخدها تكون قليلة الملح حتى ما نعطش كتير بقلب ساعات الصيام. كتير مهم أنه ناكل الموز أو المشمش المجفف أو حتى عصير البرتقال على وجبة السحور، لأنه الناس بتاكل لبن وتمر صحيح. تمام. هلا مثل ما حكيت كل شيء لونه أصفر أو أورانج بيجي بقلبه بوتاسيوم عالي، هذا بخفف عندي الشعور بالعطش. أما بالنسبة لللبن فهو كتير خيار رائع على السحور، بالإضافة للأشياء اللي ذكرتهم، يعني نحن مو بس نوع واحد. اللبن حيعطيني شعور بالراحة بقلب الصيام، ما حيكون في عندي أنا أحيانا المعدة بتنصب بساعات الصيام، فاللبن بيرخي عندي الجهاز الهضمي. نفس الوقت اللبن بيمنع أنه يصير في رائحة لنفس الصائم، فنحن كمان بنقدر ناخد لبن لكتير من الفوائد، وأكيد بيرخينا وبيخلينا ننام ساعات أطول. أكيد. يعني صفاء اليوم نحن مثل ما حكيتي في كتير قدامنا خيارات بتكون على الطاولة، والأشخاص بيحتاروا بشو بدهم يبلشوا، لكن دائما نسمع النصيحة الأولى اللي هو تقسيم الوجبات بعد الإفطار، يعني ما نفطر فورا الوجبة كاملة، ويكون في تقسيم حتى من هون لوقت السحور. خلينا نحكي عن تقسيم الوجبات قديه مهم، وشو لازم تكون يمكن الوجبات اللي أنا بقسمها لما بدي بلش أكل. هلأ نحن لو منقدر فعلا نمشي على اللي بدي أقوله، هلأ كنا لقينا حالنا برمضان جسمنا صار كتير صحي حتى نزل من وزننا تماما وما تعبنا ابدا من اثار الصيام الجانبي. هلا الشيء الافضل انه انا مثل ما ذكرنا نفطر على لبن مع تمر، يصلي شخص بعد المغرب ويرجع ياكل الشوربه مع السلطه، يترك مسافه ساعتين ثلاثه وياكل الوجبه الرئيسيه. كثير ساعتين ثلاثه عم اقول لك، يعني نحن لو بنقدر ننفذ الشيء اللي بدنا نقوله كنا كثير تخلصنا من مشاكل عم تصير معنا برمضان، بس نحن ما بنقدر انه نشوف الاكل او السفر او حتى اوقات بتضطري تنعزمي تروحي على مطاعم، فانت لا مضطره انك تاكلي، الاكل حيكون قدامك هلا. فنحن لما بناكل ببطء بنقسم الوجبات ونحن عم ناكل، يعني انا كثير بتلاقينا ممكن ناكل سلطه مع الوجبه الاساسيه، هالشيء بيعمل لي عسر هضم، لا انا الافضل اني انا اخلص صحن السلطه وبعدين بلش بالوجبه الرئيسيه، يعني دمجهم مع بعض هو احيانا بيعمل مشاكل هضميه. ثاني شغله، الحلو ما اخذه فورا بعد الافطار مباشره، يفضل يكون قبل صلاه التراويح، وبعد صلاة التراويح أنا يكون عندي كاسة عصير أو يكون في عندي فنجان القهوة، ومثل ما حكينا ناخد وجبة السحور. شغلة كتير مهمة برمضان نحن كتير بننساها، الحركة. كتير بتنصحي للأولاد حتى يلعبوا رياضة، ينزلوا يمشوا يعملوا شيء حركي؟ هاي نقطة كتير مهمة، يعني ذكرتينا فيها انه الطفل بتلاقيه هو وسيلة النشاط والحركة بالبيت، يعني الأم إذا بدأ أي غرض من السوبر ماركت بتبعت طفلة، وأحيانا بيروح عن بالها أنه هو صائم، مثل ما حكيت لك الولد عنيد ما بيورجيك انه هو تعب او عطش، فنحن نحاول ما نرهق الطفل بالنشاط بالحركه بالروحه بالجيه، نحاول اذا بده يلعب فمن الساعه 5 للساعه 7 قبل الافطار، قبل هيك لا بيكون غلط وعم نعرضه ليخسر سوائل اكثر. بس بالنسبه للاشخاص العاديين نحن دائما بنشجعهم انه يروحوا على الجامع مشي، يكون انا في عندي حركه بعد الافطار. الحركه قبل الافطار كثير ينصح فيها، يعني في كتير بيقولوا انه الساعة الذهبية هي قبل الافطار بساعة للمشي او للحركة، هي المعلومة كتير خاطئة، وبتمنى انه ما بقى ننفذها لانه انا مستويات السكر عندي بتكون كتير منخفضة، بطارية جسمي خالصة، حتى لزوجة الدم عندي بتكون كتير شديدة لانه خسران الجسم سوائل. فالوقت الانسب للرياضة هو اكيد بعد الافطار، حتى صلاة التراويح اذا بدنا نأديها كاملة فهي كتير بتحرق لي انا من السعرات الحرارية، فبنكون أدينا شيء ديني تماما وبنفس الوقت فدنا جسمنا فيه. يعني بدنا نتشكرك اخصائية التغذية صفاء الشيخ على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها اليوم، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا، ان شاء الله يكونوا استفادوا الامهات يعني بهذا هي النصائح ويتبعوها، يعني مثل ما قلتي انت اهم شيء التدرج بالوقت والنظام الصحي، يكون الاكل حتى صحي صفاء.